الليلة ما حقنا نحن كسلفيين، ده حق الطلاب المسلمين دول كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده منبره. والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا أو رياء أو نفاقا، بدليل إنه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة، عرفت كلام أنت؟ ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا. نحن عندنا كتاب وسنة بفهم السلف. موضوع انتهى، موضوع انتهى. ما تبي إلا جماعة، ما تبي إلا طائفة. والله الليلة ما نخليكم، ورب السماء ما نخليكم. تعال خش. انتوا خايفين من شنو؟ خايف من شنو يا اختي؟ تكلم في صحابة انت ما قادر علينا، نحن خليك من الصحابة. احنا ديل انت ما قادر علينا، تقدر على صحابة؟ يا ولد تعال، 7 × 8 بكم؟ بالله شوف ده يتكلم في الإمام البخاري ويقول لك السنة حفظت كيف؟ السنة حفظت بالرجال، ربنا حفظها بالرجال وحفاظ ما يخربوا، ما عندهم شغلة زيك، ما كذابين ولا مجارمة، ناس عدول ثقات في دينهم، ما يزيدوا ولا ينقصوا. التراب كفر الصادق المهدي، لكن ده سنة كم؟ ده كان سنة 1998، كان في جماعة هنا لسه كان بيرضعوا 1900 ده الجيري ده ذاته، انت قايل صورة من الوقت ده كان كاجيمة قاعد بيها. لكن احنا الليلة دايرين انهم يجوا هنا، تعال هنا الليلة يوم الرجال، فهمت؟ لو في واحد شعبي تعال، لو ما عندك كتب بنجيبها لك، لو داير مازه بنجيب لك، لو داير باسطه بنجيب لك، لو داير مطرق بنجيب لك، كله جاهز، فهمت؟ اي حاجه دايره بنجيبها لك. تك الراجل بعدين تعال خش. مجموعه من الشفته والصعاليق دايرين يا اخي، يقول الرسول هم لسه فينا كلام الترابي قالوا يستحي منه حتى فرفور قاعد هنا. دي الرساله الوحيده اللي بتطلع بها من المنبر ده، لا هي رساله للجماعه ولا في اوراق للتسجيل حتى تدخل معنا ولا غيره، انما رسالتنا لتوحيد الله، انما رسالتنا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها ونبذ كل من حاول ان يطعن فيها او يطعن في مسلمات ديننا. هكذا هي عقيدتنا وهكذا هو منهجنا. ده دين؟ ده دين يا ترابي؟ يا ما عندك دين يا مجرم ولا عنده دين؟ زول قال زكاة ما في، يكون عنده دين كيف؟ وربنا عز وجل قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف انت لو مشيت معنا بسلسلة زي دي كل يوم نحن حنجي ونزيدك زيادة، والطلبة يزداد يقين انك انت كافر بالله سبحانه وتعالى، كافر بالله سبحانه وتعالى. ما ممكن زول يكون زي ده مسلم. الاسلام ده كيف يا شباب ذاته؟ اذا كان زول شاك في رب الخلقه، رب الخلقه شاك فيه، اها ده مؤمن كيف تاني؟ تعال خش ناقش، تعال خش يا اخي. انا اقول لكم حاجه، ادونا زمن بتناقشونا بتين، ادونا ناس العقل السلفي، ذلك العقل المتخلف المتحجر الانكفائي الجاي من كتاب تاريخ، الناس اللي بيتكلموا لك عن ازمنه وحقبه تاريخيه انتهت في زمنها ونحن ابناء اليوم ولنا زماننا ولنا مكانتنا ولنا ثقافاتنا ولنا تفاعلاتنا مع المجتمع ومع الثقافة ومع الدين ومع اللغة ومع السلفيين ذاتهم. فرصة مفتوحة على النقاش، تعال خشوا. ما واحد فيكم ينبسق ساكت؟ ما في، تعال انبسق، فرصة مفتوحة على الانبساق، تعال خش. عيب والله، عيب 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 عيب. فكان هذا المنبر بيانا وتبيانا لما حصل في الأيام الفائتة من مؤتمر أو من ندوة أقيمت في هذه الجامعة باسم المؤتمر الشعبي. دخلوا في هذا المنبر وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطعنوا في رسول الله عليه الصلاة، زي ما حيجيك بالوسائق إن شاء الله، ما حنجيب لك حاجة من راسك. العقيدة يا هالعقيدة، تدعو الله براو معناه تدعو الله براو، راكب طيارة قدرت تقلب، فهمت؟ في ضغط جوي فوق، ولا الحمار فنجد بيك، فهمت؟ ولا في النهاية العقيدة يا العقيدة تقول يا الله، الحمار داير منك تقول يا الله، الطيارة ارتقعت تقول يا الله، دي العقيدة ما بتتغير، العقيده ما بتتغير، فهمت الكلام ده؟ دي بعض المفكات التابعه للمنطقه الصناعيه السلفيه لسمكره الحركه الاسلاميه الطالبيه، عرفتها؟ ده شيخك قال لي قاعد في الوطن، يا اخي تعال خش ارفعه بس في الكرسي ده، والله ما نزلك يا ناس، عيب عيب يا ناس. قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك، رساله لبتاع الساون، اذا كسروه بنديك سعر وكاش، انتهى. رسالة إلى الطلاب، اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الشعبيين، جربوا.
جربوا والله تمد ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية وضنينك يا شعب يا بليد. ها كده 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 قال تكبير يا اخوانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد أنا خلونا أطلع فوق هنا لأنه قصير شوية ما بيشوفوني. المنبر الحمد لله تعالى في النقاط اللي تناولها شيخ مزمل وقباله شيخ شهاب في الرد على عيال الترابي واللي معاهم والافكار جابوها والضلالات. الحمد لله قبل ما نحن نعمل منبر ونرد على اي حاجه من اللي قالوه، انا مما سمعته من خلال التسجيل بتاع منبرهم هم ذاتهم تبين لي انه الطلبه الموجودين ما كانوا اصلا بيحتاجوا انه نحن نعمل منبر عشان نرد عليهم على الكلام اللي قالوه ديلك. الطلبه ردوا عليهم كله ردوا عليهم، وهو في اخطر نكته من النقاط اللي قالها، قال انه الايمان ظني. واحد من الطلبه سالوا سؤال والسؤال ده خلاه يشهد على نفسه بالكفر، براوة زولدك، قال له انت ده ايمانك ظني؟ قال له اي انا ده ايماني ظني، معناه كافر، معناه انا كافر، ظني معناه انا شاكي في ايماني بالله سبحانه وتعالى. ها؟ وربنا سبحانه وتعالى قال: افي الله شك فاطر السماوات والارض؟ وربنا سبحانه وتعالى قال: ان الذين امنوا، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم شنو يا اخواننا؟ ثم لم يرتابوا. ده المؤمن، المؤمن ما بيرتاب، ما بيشك، ما بيشك، فهمت؟ فالحمد لله يا الشعبي الشوافي على الوليد اللي عامل فيها قاشر، فهمت؟ شهد على نفسه بالكفر براه، قال انا ايماني ظني. يا طلبه في واحد فيكم هنا ايمانه ظني؟ يعني شاكي في الله؟ شاكي في الله كيف يا اخي؟ كيف شاكي؟ احنا الطعميه اللي قدامنا دي ما شاكين فيها، نشك في الله؟ الزول ده زول غريب جدا يا اخي، ده بني ادم غريب. وانت يا شعبي اذا كان الله انزل القران انت ايمانك به ظني، كيف يكون ايمانك بالقران قطعي؟ كيف؟ اذا معنى الكلام ده ايمانك بالقران ظني، اذا لما تقول السنه ظنيه بقى القران والسنه والله كله ظني عندك. انا اللي بقى عندي لك شنو؟ كان انت شاكي في ده كله يا ذاتي. انا اجي اخذ منك شنو يعني؟ انت عارف خلاصه كلامه؟ قال هسي خلي يجي واحد يقنعني بدليل قطعي انه الله موجود. خلاصه الكلام ده شنو يا شباب؟ دي شيوعيه ذاتها اللي فر منها الاخوان المسلمون ومشوا بهناك بالغابه وجوا راجعين ثاني ليها. دي الشيوعيه ذاتها، ده هو الكفر ذاته. طيب الترابي ده في كتابه الحركه الاسلاميه في السودان التطور والمنهج والكسب الصفحه 27 عشان تعرف انه الشغله دي من الشيوعيه الى الشيوعيه. مرقوا منه وجوا راجعين ثاني. قال: ولكن اخذت الحركه ايضا شيئا من منهج التنظيم والحركه من مصدر، اقلب لي الصفحه، من مصدر قد يكون غريبا وهو الحركه الشيوعيه. يعني الترابي الفكره جابه ومنهج المشروع الحضاري اللي جابوه اخذ من الشيوعيه الملحده اللي بيقول الزعيم الاول للشيوعيه الماركسيه من تاسيس 1902 1903 وظهور 1917 لينين الكبير في كتابه مختارات لينين الصفحه 172 يقول: وبهذا الصدد فاننا لا نؤمن بوجود الله. ما بيؤمنوا بانه في الله، فهمت؟ الكادر بتاع الشيوعيين
اسمه شوقي تعريفة قبل اليوم في جامعة الخرطوم كلية التربية بيرفع كراعه فوق للكرسي فوق بيقول لهم أنا داير زول يثبت لي وجود الله قدامي كده حسيا. قال فإننا لا نؤمن بوجود الله لأننا لا ندرك لا 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 نجد مادة حسية تثبت وجود الله. ده معنى كلام الشيوعي. انت يا شعبي ما بقيت زيه بقيت زيه كويس. عشان كده قال هنا في الورقة الكلام مسجل بالنص قال داير واحد يثبت لي حسي بدليل حسي انه الله موجود. فهمت كلامي ده؟ مشى قدام قال نحن ايماننا بالله ما حيبقى ايمان يقيني الا نقابل الله ونشوفه يوم القيامة. انا بسأل سؤال يا اخواننا الكلام ده ما محتاج لرد ما محتاج لكن بسأل سؤال. نحن الان في حياتنا الدنيا سيبك من امور الاخرة في حياتنا الدنيا بنتعامل بناء على اشياء ما بنراها بعيننا لكن بنؤمن بها يقينا جازما انها موجودة. عندنا اشياء كثيرة جدا. الشعب ده نادي والقاشر للبنايات ده قول انت بتحب ولا ما بتحب؟ اساله قول البيت القرصلق عينها هناك دي بتحبها ولا ما بتحبها؟ ها؟ يقول لك بحب. اقول لك الحب ده شفته قبل كده انت؟ تحداك شفت الحب؟ هبشته بيدك؟ كده اديني رطو الحب. جيب شوال ولا قرضه بتاعت حب عندك؟ بتقدر؟ لو تهمش الحب ده ولا بتشوفه بعينه ولا بتشمه بنخرتك فهمت؟ ولا بتعطاه بكراعك ما بشايفه انت لكن الناس دي كلها شغاله بحبك وبتحبني وعيناتك وضيناتك. معقول الناس دي تبقى فين في الهوا ساي؟ ما في حاجه؟ بتحب امك ولا ما بتحبها؟ ولا بتكره امك برضه؟ بتحب القريشات ولا ما بتحبين؟ حبين ده قاعد وين؟ وشكله كيف ذاته؟ يا ناس ما كل حاجه نحن عشان نؤمن بها الا نشوفها بعيننا فهمت؟ وده منهج الشيوعيين ومتناقضين فيه ده ذاته متناقضين فيه فهمت؟ طيب الترابي ده مات صح؟ مات رقد وشالوا الشعبين برا ومشوا دفنوه في مقابر المنشية مات ليه؟ وروحه دي مرقت مرقت كيف؟ وبيوين؟ والشافة منو مرقت؟ وكنت قالت قاعدة كانت قاعدة كيف؟ وعرفتها كيف قاعدة؟ دي أسئلة دايرة إجابة يا شعبي والله أديك 16 سؤال والله أرجعك ثاني ترجع أهلك ترجع البلد يا شعبي ما بتقدر تقعد هنا مسكين ما اي حاجه الان يا اخي في اذى معنوي سمعت بالاذى المعنوي؟ واحد يلاقيك يقول لك انا على امك يقول لك امك ما نافعه الزول اللي عمل لك شنو ضربه؟ ما ضربه هبشه بيده؟ ما لاقاه تقول له والله ما اخليك وافتح فيك بلاء في المحكمه اوه في شنو؟ عمل لك شنو؟ ضرب امك؟ لا عمل شنو؟ اذاه اذاه شنو؟ كيف اذاه؟ اذى معنوي الاذى المعنوي ده شفته انت؟ لاقاك؟ شوف انت لو مشيت معانا بسلسله زي دي كل يوم نحن حنجي ونزيدك زياده والطلبه يزدادوا يقين انك انت كافر بالله سبحانه وتعالى. كافر بالله سبحانه وتعالى. ما ممكن زول يكون زي ده مسلم. الاسلام ده كيف يا شباب ذاته؟ اذا كان زول شاك في رب الخلقه رب الخلقه شاك فيه. اها ده مؤمن كيف تاني؟ يجي يقول انا شاك في السنه ما طبيعي جدا تشك في السنه. طبيعي. قال السنه دي لانها جات بالاسانيد عن فلان عن فلان عن فلان بالاسانيد. طيب سؤال لك يا شعبي موجه من هنا بين الضاراتك ديل تعال اجاوب لي على السؤال ده. انت قول لي اسمك منو المكتوب في بطاقتك الجامعيه؟ لو عندك بطاقه انت ذاتك ولو طالب طلع بطاقتك تلقى اسم مكتوب فيه محمد زين الدين الخزين طه علي. علي دي نمره كم؟ نمره اربعه ولا خمسه؟ لقيته علي ده جدك علي ده لقيته؟ شفته بعينك؟ ما شفته. هبشته بيدك؟ ما هبشته. اها اثبت لي انه علي ده جدك ولا انت ولد حرام بس اثبت لي. تقول لي لا لا ما ابوي كلمني انه ابوي اسمه الخزيم وابوه كلمه انه اسمه ابوه اسمه علي احمد وده كلمه انه اسمه ايوه كلمه 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 في النهايه ده موضوعنا نحن ذاته معك. واحد من الثانيات اثبت لي بدليل حسي الان انه اسمه جدك اسمه علي
يا انت في النهايه مجهول الجدود والابوين، انت حرام يا شعبي تكون لو ما اثبت لي. اياك ما تقول لي في اسناد، قلت في اسناد، انت جدودك ده ذاتهم رجال البخاري انت قايلهم، نحن بنتكلم في جدودك الكلامك ده ذاتهم. لا لا جدي ما بكذب. وطيب ابو هريره بكذب ليه؟ ليه بكذب ابو هريره؟ قال ابو هريره قاعد سنتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاب الاحاديث من وين؟ انت قالوا مخه زيك كده؟ قالوا مخه زيك؟ ابو هريره رضي الله عنه الشبهه دي جاوب على براو زمان بدري وقت الحي رضي الله عنه، قال دون اكثر ابو هريره. قال فينا ده عشان يقول لك ابو هريره كثر الحديث. قال والله الموعد، والكلمه دي خطره. ابو هريره ده بعدين بيقابلك قدام الله تقول شنو يا شعبي؟ قدام الله بقابلك. قال والله الموعد، قال كنت امرا مسكينا اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيطعمه وهو جالس معه يحفر الاحاديث. قال ذات يوم يا ابا هريره ابسط رداءك. قال من يبسط رداءه؟ يعني يفرش ادمه كده كويس؟ يفرش ادمه. قال فيحفظ عني، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسى. ابو هريره بسط رداءه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. قال فما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسيته. ابو هريره نظامه كده، بيسمع ما بينسى كده، الله خلقه كده. والمساله دي ما ابو هريره براه، غيره. ابو هريره رضي الله عنه ده اعظم الحفاظ او من اعظم الحفاظ في امه محمد عليه الصلاه والسلام، لكن غيره في ناس حفاظ زي ده، غيره. فهمت؟ الامام الشافعي قالوا كان لمن يخش السوق، لمن يخش السوق بيقفل اذنه، لانه لو سمع الاغاني والقصائد بتاعت الباعه بيحفظها كلها. 7000 7 ونص يا علينا جاي، جايبينها بالطياره وبايعينها بالخساره. دي عشان ما يملى بها ذهنه لما يخش السوق بيقفل اذنه عشان ما يحفظها. في ناس زي ده حفاظ في الامه دي. يا اخي لا اسمعي ولا بلغ درجه ديلك، لا اسمعي. يوم من الايام الشكلوا جنبه اثنين اجانب ما بلغته رطانه، وقاعد بيسمع الشكل شكله، دور دور ده نبذوا ده نبذوا، بيقول له شنو انا ما عارفه في النهايه، ولا اسمعي ذاته ما عارفه. بعد ده جابون قدام القاضي احتكموا، ده قال انا قلت كده وده قال انا قلت كده. الاسمعي جابوه لانه شاهد حاضر وما فاهم اي حاجه، قال لهم ده قال كدي وكدي 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 وده قال كدي وكدي وكدي. تقدر تتكلم عن ابو هريره يا مسكين يا مرضان؟ يا اخي ابو هريره رضي الله عنه عملوا له اختبار تيست، تيست يا شعبي ده زمان. جابوا الامير ولعله مروان بن عبد الملك او عبد الملك بن مروان، قعد الكاتب بتاعه خلف السرير. تعال شوف انت دي ايه من ايات الله، ونحن نعتز بحبنا لابي هريره رضي الله عنه، لان حب ابي هريره من الايمان بالله. ابو هريره رضي الله عنه قال فما خلق الله امرا او مؤمنا يسمع بي او يراني الا احبني. انت بس اختبر نفسك، لو بتحب ابو هريره انت مؤمن، هذه علامه من علامات الايمان. فابو هريره الكاتب قام خبى الكاتب خلف السرير، وجلس ابو هريره قال له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثوا 100 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال 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 100 حديث. بعد ما خلص قال له خلاص امشي، انتهى الموضوع. بعد سنه جاب ابو هريره ثاني وقعدوا، قال له يا ابو هريره تذكر ما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 100 حديث ذلك؟ قال نعم. والكاتب قاعد في محله بورب هناك، قال له حدثنا ال 100 حديث ذيك. قال فحدث بها ما خرم منها حرفا واحدا. شد قال زي ما هي ثاني. انت بتلعب ولا شو؟ يا اخي ابو هريره الامام البخاري ما بلغ درجه ابو هريره في الحفظ، ما بلغ. ما عدا عملوا الاختبار في بغداد، حد قال يا شعب تعال نختبرك انت في اسماء خالاتك وعماتك بتعرفين؟ خليها كويس؟ الامام البخاري لما دخل بغداد الناس سامع البخاري البخاري ودارين يعرفوا حفظ البخاري. قال جابوا له 100 من طلاب الحديث، 100 طالب، واي واحد منهم معه حديث يعني 100 حديث، اي واحد من ال 100 قلب اسناد الحديث مع متن الحديث. يعني مثلا الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، 7 رجال بعد ذلك جاب الحديث. بيقوم بيقلب الاسناد الرجال فلان 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 بتاع الحديث، انما الاعمال بالنيات يقوم يخطهن في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان كده.
بيقلب اي واحد قلبه، اي طالب معه 10 احاديث واي حديث قلبه، شال اسناد ده طلع ده وحديث ده في ده، اسناد ده في ده ومتن ده في ده، قلبوين. الامام البخاري قدر ما يساله من حديث يقول له بتعرف الحديث؟ يقول لا اعرفه لا اعرفه، لحد ما تموا الاحاديث المقلبه 100 انتهت. قام الامام البخاري، الناس اللي قاعدين قالوا طيب ده البخاري اللي بتقول لنا 100 حديث ما عرف فين واحد، نظام انه ما ده ما بلغتنا احنا بقول لك وهم ازاي كويس. الامام البخاري قام بدل لهم 100 دولك، اي واحد منهم بدل حديثه من الاول، قال له اما الحديث الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، جاب لي حديثه الغلط اللي قاله، قال فهو غلط والصحيح كذا وكذا وكذا، رص ال 100 حديث الغلط وال 100 حديث الصحيح اخذتها لهم في محلها. اتكلم في واحد جعان بيجاي ولا جدول 8 ما حافظه يا ولد، تعال 7 في 8 بكم؟ بالله شوف ده يتكلم في الامام البخاري ويقول لك السنه حفظت كيف؟ السنه حفظت بالرجال، ربنا حفظها بالرجال وحفاظ ما يخربوا، ما عندهم شغله زيك، ما كذابين ولا مجارمه، ناس عدول ثقات في دينهم ما يزيدوا ولا ينقصوا. طيب فيا شعبي نحن بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضله ومنته ما محتاجين لكلام كثير في الرد على الشعبيين، ما محتاجين والله. طيب قال يقول لك عمر وعثمان وابو بكر ومحمد وقال نذكرهم بتفاصيلهم، قال نستفيد شنو يعني؟ يعني لما انت تقول النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، قال نستفيد شنو يعني؟ ياخذ ما ناس بيركبوا جمال في الصحراء ونحن بنركب عربات. يعني انت كان ركبت عربيه معناها كويس؟ انت راكب عربيه بتعيد في خواجة طاير بطياره بفوق منك، معناه ذاك احسن منك ولا شنو يعني؟ ده غباء، ده غباء. في النهايه نحن لما نقول ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن فضائلهم وعن مجدهم، نحن ما بنتكلم عن العربيه اللي ركبوها ولا عن الاكل اللي اكلوه ولا عن ده، لانه دي امور حياتيه بتتغير بتغير الزمان. نحن نتكلم عن العقيدة والدين والأخلاق والسلوك التي جاء بها أولئك العظام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ده اللي نتكلم عنه نحن، فهمتك؟ عشان كده احنا ما جينا هنا قلنا لك لا لا لابد يا طلبك نخلي المواصلات، ها؟ نخليها المواصلات، وتاني نجي من هناك تجيب لك حمار دبزاوي، فهمتك؟ ولا حمار دنقلاوي، ده بيسموه كده يا اخوانا ما يسأل الطلاق، لا حمار دنقلاوي يجيبوا من دول، لانه الحمير سمحه بتاع الدنقل، انا زول عربي جزيره وبعرف الحاصل كويس. تشتري حمار عشان تقرا في جامعه السودان كليه الهندسه وانت ساكن هناك في مايو بالنص، تركب حمارك من الصباح تكون واقف في الاستوب، راجل الاستوب يفتح ماسك حمارك. يا احنا ما قلنا لك كذا يا اخي، نحن ما جايين بالمواصلات زيك يا اخي، ما بنستعمل تكنولوجيا زيك، ده ما موضوعنا معاك. نحن ما قلنا الناس تخلفوا، ما قلنا للناس ما تتبعوا التكنولوجيا، ده ما موضوعنا، نحن موضوعنا قلنا لك ارجع لعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. العقيدة هناك والعقيدة ما بتتغير بطيارة ولا ببوكسي ولا راكب في حمار، العقيدة هي العقيدة، تدعو الله براو معناها تدعو الله براو، راكب طيارة قدرت تتقلب فهمت؟ في ضغط جوي فوق ولا الحمار فنجد بيك فهمت؟ ولا في النهاية العقيدة هي العقيدة، تقول يا الله. حمار داري منك تقول يا الله. الطيارة لو ارتقع تقول يا الله، دي العقيدة ما بتتغير، العقيدة ما بتتغير، فهمت الكلام ده؟ طيب الصلاة جات مش؟ طيب لا لا نفتح لهم بعد الصلاة مش؟ بعد الصلاة نفتح لهم كويس، ما في حاجة تاني؟ آخر حاجة نحن دارين فرصة للطلبة ساي قبل الصلاة، دون فاضل 5 دقائق ولا 4، فرصة للطلبة أو واحد من الطلبة يورينا الحاصل شنو فهموا شنو رأيه، عشان ما تعتبروا إنه إحنا احتكرنا المنبر دونكم. المنبر ده منبركم أنتوا يا شباب، المنبر ده منبركم أنتوا ذيل، وأنتوا زي ما دافعتوا أول البارح عن دينكم وعقيدتكم، المنبر ده برضه مفتوح لكم، حتى لو ما المنبر ده، المنبر الجاي ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى شغالين، كل أسبوع عندنا منبر، أي يوم من الأيام خطر لك شيء في الرد على الشعبين ولا سؤال ولا معلومة دارت تقولها أو تتأكد منها، المنابر دي مفتوحة لكم يا شباب، ودايرينكم أنتوا كلكم تعتزوا بعقيدتكم وتتعلموها، يتعلم العقيدة ويتعلم الصح شنو والرد على الباطل شنو، وأمتلك الأدلة في يدك
والورقه جبناها والوثائق دي نحن جبناها عشان نملكك معلومه، وانت تكون على بينه. ما عندنا مصلحه دنيويه من الشغل ده كله ابدا، لا حزب سياسي ولا جماعه ولا نازلين انتخابات ولا ده نكبر بيكم كومنا ولا ده نعمل لنا لسته من جامعه السودان. دي طلابنا ودي اولادنا جامعه السودان، ده الشغل بتاع الفهله وبتاع انصار السنه. كلام فارغ، ده كلام فارغ كله، لانه داير يتكسبوا بيك انت، داير يتكسبوا بيك ودارين يتكتروا بيك انت. لكن احنا ما عندنا اي شغله بالكلام ده، دارينك انت تتعلم، وما نحن نقودك، لا نحن وانت كلنا ماشيين خلف النبي عليه الصلاه والسلام. نحن ما قيادات بالنسبه لكم ولا رؤوس بالنسبه لكم ولا علماءكم نحن ولا شيوخكم ابدا، لكن نحن اخوانكم. ربنا من علينا بمعلومه ولا معلومتين، جايين نقول لكم عشان نحن نزداد معلومه ونزداد نحن ايمان ونزداد ثبات على ديننا كلنا، ونمشي سوا على طريق النبي عليه الصلاه والسلام الى ان ربنا يتقبلنا نرجو ذلك، ويدخلنا الجنه نرجو ذلك جميعا. وبذلك نحن نكون اخواننا وصلنا للختام. منبرنا الليله ما في زول يشتغل بالجماعه ديلك، ولا تمشوا اليوم. لو الرجال كان جو هنا وقول لهم لو الرجال تعالوا الاسبوع الجاي محل منبرنا. اما انتوا يا طلبه يا مكرمين ما في واحد يمشي يوسخ اذانه بالسماع لهؤلاء المجارمه. ناس تمشي الصلاه، والسلام عليكم.